تفاصيل. ينضم إلينا من فيرجينيا محمد العالم الكاتب والباحث السياسي. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك. بداية يعني دعوات الديمقراطيين للرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من الانتخابات، هل ستلقى صدى عند الرئيس، خاصة بأن هناك تصريحات أو تسريبات صحفية تحدثت عن أن الرئيس جو بايدن لربما يستغل فرصة عزله الصحية للتفكير في الانسحاب من الانتخابات؟ نعم، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. المفترض نعم أن هذه الدعوات ستلقى يعني رواجا عند يعني المقربين على الأقل من الرئيس بايدن، لأنه حاليا الصورة تظهر أمام المجتمع الأمريكي أن بايدن لا يفقد شعبيته فقط، ولكن يفقد ثقة يعني من حوله من أعضاء الحزب الديمقراطي، وبالتالي أصبح عليه فرض عليه حاليا أن يفكر في هذا الأمر، لأن استطلاعات الرأي تثبت يوما بعد الآخر أنه لن يكون الرئيس، وأن أسهم ترامب يعني ترتفع بشكل كبير بسبب أداء بايدن نفسه وليس بسبب ثقة الناخب في ترامب بشكل عام. وبالتالي إذا لم ينسحب في هذا التوقيت ستتضاءل يعني فرص الحزب الديمقراطي، وإذا ما جاء قراره متأخرا فستكون النتيجة هي نفسها، لأن المرشح البديل عنه سيحتاج إلى وقت كبير حتى يعني يمهد الأمور ويؤهل نفسه أمام الناخب الأمريكي. وبالتالي على بايدن أن يفكر في هذا الأمر بجدية، وأعتقد نعم أن يعني هذه الدعوات ربما تلقى قبولا من ناحيته، خصوصا بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا. نعم، يعني وفي حال قرر الرئيس جو بايدن الانسحاب من الانتخابات، هل هناك أسماء مرشحة، خاصة بأن بيلوسي رفضت ترشح كامالا هاريس؟ نعم، هنا يعني كانت أبرز الأسماء تنحصر بين كامالا هاريس وروبرت كينيدي، وعلى الرغم من أنه بعيد نوعا ما عن الحزب الديمقراطي، وأيضا ميشيل أوباما. يعني التوقعات الأهم تقول بأن روبرت كينيدي سيكون هو المناسب لهذه الفترة، لأنه يستطيع أن يتحدث مع الناخب الأمريكي بنفس لغة ترامب الاقتصادية. المواطن الأمريكي حاليا يحتاج إلى مخططات ووعود اقتصادية يفقدها بايدن، وستفقدها معه كامالا هاريس، لأنها أمام الناخب لن تأتي بأي جديد، وإلا كانت أتت به في فترة بايدن نفسه. لكن المشكلة هنا أن اختيار بايدن أو ما يعني يتم تداوله على أن بايدن إذا ما انسحب فإنه سيشترط أن تكون كامالا هاريس هي المرشحة، وبذلك سيضعف أيضا أمال حزبه كثيرا. لكن كما قلت هناك تصريحات ترفض كامالا هاريس، كل هذه الأمور يعني تؤيد فكرة أن الحزب الديمقراطي لن يستطيع أن يفوز بالانتخابات القادمة مهما كان شخص المرشح، لأن ما يظهر على الساحة أنهم غير موحدين على مرشح بعينه، عكس الحزب الجمهوري الذي توحد خلف دونالد ترامب ورفع من أسهمه ويعني جلب له كثيرا من رؤوس الأموال عن طريق رجال أعمال، كان آخرهم يعني رجل أعمال إيلون ماسك الذي أعلن أنه سيتبرع ب 45 مليون دولار شهريا لصالح حملة ترامب، على عكس إذن أستاذ محمد، هل هذا يعني بأن هناك انقسام في الحزب الديمقراطي اليوم؟ نعم، هناك انقسام حاد أولا على فكرة استمرار بايدن كمرشح عن الحزب، وعلى فكرة أن يشترط بايدن أن تأتي كامالا هاريس من بعده. يعني كما قلت هناك قطاع كبير داخل الحزب الديمقراطي يمني نفسه بأن يتم إقناع روبرت كينيدي أن يأتي هو مرشحا عن الحزب في هذه الفترة، لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يحيي أمال الحزب أمام دونالد ترامب. لكن عكس هذا هناك انقسام حاد يرى أن طريق بايدن وتأخره الحالي حتى يؤثر على فرص الحزب في الانتخابات التشريعية، لأن الانتخابات الرئاسية تؤثر بدورها على الانتخابات التشريعية، وبالتالي نرى اهتزازا ديمقراطيا يعلم أنهم سيغيبوا عن الحياة السياسية الأمريكية لمدة 4 سنوات في حالة فاز ترامب. ولهذا يظهر انقسام حاد داخل الحزب. من المفترض أن الوحيد الذي يستطيع أن يعالجه هو الرئيس بايدن بأن ينسحب وأن يترك للحزب فكرة اختيار المرشح البديل عنه، ولا يشترط هو شخص معين. نعم، أشكرك كل الشكر الأستاذ محمد العالم الكاتب والباحث السياسي على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من فيرجينيا.